تحمل يا أخي، تحمل. جانتو هدى فيرتي، أهلي جان تعال عندي مشان الله رد علي. هدى فيرتي، هدى فيرتي، الرجال متصاوب برصاصة وحدة وما قدرنا نوقف النزيف بسيارة الإسعاف. رح تتعافى يا أخي، تحمل. فوتوه على غرفة العمليات بسرعة وجهزوا الدم. لك مين يلي قواص؟ مين ورا الرصاصة؟ هدى فيرتي، أنت قوي ورح تتحمل. الجبان يلي قواص يطلع يواجهني أنا. لا ما رح تموت. هدى فيرتي، لا ما تتركني. ممنوع حدا يفوت لجوا، استنوا هون. ما عنا كتير وقت، خسر كتير دم، لازم نبلش بسرعة. أعطيني المشرط. ضماد، ضماد، دخيلك يا ربي ساعد هدى فيرتي واقف جنبه. رح ينفوت بإذن رب العالمين، رح ينفوت. بس أختي نايجا هو كتير نزف دم. تحمل هدى فيرتي، تحمل أخي، أنت رح تعيش. صار لك شيء هدى فيرتي، انت رح تعيش بإذن ربنا، ما رح يصير لك شيء. وقف النبض، نحن رح نخسر المريض. جهزوا جهاز الصدمات بسرعة. مية وعشرين جاهز. يلا ارفعوا للميتين. جاهز. شيخي كتير مبسوط لأنكم لقيتوا بعض، وحاسس حالي رح أبكي من الفرحة كمان. تسلم حبيبي، تسلم. القلب ما عم يتجاوب كمان. يلا من امبارح المساء عم وزع كل شي عندي، واختي سيفدا رح ترجع بسلامة وما رح يصيبها اي شي. لا تاكلها. شكرا هدى فيرتي. يلا يلا كمان. تحمل يا أخي، تحمل. لك مين يلي قواص؟ هدى فيرتي، أهلي جان تعال عندي. هدى فيرتي، الرجال متصاوب برصاصة وحدة وما قدرنا نوقف النزيف بسيارة الإسعاف. لك مين يلي قواص؟ مين ورا الرصاصة؟ مين هالواطي؟ أنت رح تعيش. هدى فيرتي، 120 جاهز. يلا ارفعوا للميتين. القلب ما عم يتجاوب كمان. يلا أخي سليمان، ما بسامح حالي إذا صار له شيء. أخي
هدى فيردي تصاب بسبب الحفلة. أنا كنت هدف هديك الرصاصة. لو ما وقف قدامي بهديك اللحظة. مين يا أخي؟ ها؟ مين اللي قوص هديك رصاصة على أخي؟ مين يلي حاول إنه يقتل أخي؟ لك مين الواطي عديم الأصل يلي لطخ أسعد أيامنا بالدم؟ مين يلي ساوى هاي الحقارة اللي؟ يلعن هالحص، ما عم يموت ولا بأي طريقة. لك هو مثل القط بسبع رواح، دائما بينفذ من الموت. شو راح تساوي هلأ أويقار؟ بلكي عرف إنك عايش، بلكي صار يلاحقنا، شو بدنا نعمل؟ ما رح نعمل شي وما رح يقدر يلاحقنا. أنا رح أعمل حركة قبل ما يهاجمنا. ما بعرف، بس رح أعرف يا أخي. أنا رح أعرف، بس نطمن على هدى فيردي. أنا بوعدك رح لاقي هالكلب ورح دفعه التمن غالي. رح نلاقيه وندفعه التمن سوا. ما عاد في أنا بعد اليوم، في نحنا. من هاي اللحظة ما حدا بيقدر إنه يأذي أخي أو يساوي له أي شيء. الرصاصة يلي بتتقوص عليك كأنها تقوصت علي، ورصاصة يلي بتصيبك بتصيبني لإلي. لا 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 سليمان، أنت شو عم بتقول؟ بلا حكي فاضي. تعرف إذا بيصير لك شيء؟ بتظن إني بقدر أعيش يا أخي؟ من هاي اللحظة ما حدا بيقدر إنه يأذي أخي أو يساوي له أي شيء. الرصاصة يلي بتتقوص عليك كأنها تقوصت علي، ورصاصة يلي بتصيبك بتصيبني لأيه. لحبالي